فيا أيها الإخوة المؤمنون والمؤمنات، كثيرا ما نفكر في رفع مستوى المعيشة، كثيرا ما نفكر في أمورنا الدنيوية، كثيرا ما نسعى إلى الحصول على الرفاهية في هذه الدنيا. فهل فكرنا يوما ما في رفع رصيدنا من الإيمان بالله عز وجل؟ هل فكرنا يوما في مستوى إيماننا بالله عز وجل؟ لأن الإيمان أيها الإخوة والأخوات يزيد وينقص. هل سعينا إلى الزيادة في إيماننا بالله تبارك وتعالى؟ لذلك فإنه مما يجب على المسلم العناية به والسعي إلى تحقيقه في حياته الحرص على زيادة الإيمان وتجديده، كما قال عليه الصلاة والسلام: جددوا إيمانكم. قالوا: يا رسول الله، كيف نجدد إيماننا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من قول لا إله إلا الله، أكثروا من قول لا إله إلا الله، فإنها تجدد إيمانكم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليخلق، إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. وما معنى يخلق؟ الإيمان يبلى ويتغير كما يبلى الثوب ويتغير الثوب. ثم قال: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، لذلك وجب على المسلم أن يبحث ويسعى كما يسعى عن أموره الدنيوية والحياتية. ينبغي له أن يبحث عن الأعمال والأسباب التي تزيد الإيمان وتجدده، وهذا ما سأتناوله إن شاء الله عز وجل في هذه الخطبة معكم أيها الإخوة والأخوات. فأعيروني لأسمع لنستفيد ونفيد غيرنا أيضا. إن أول ما ينبغي للمسلم تحقيقه في هذا الباب أي في الرفع من مستوى الإيمان بالله عز وجل، الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وهذا أعظم ما يزيد الإيمان، أن يرضى المؤمن بالله عز وجل بربه سبحانه وتعالى ربا لا رب سواه، وبالإسلام دينا لا دين غير الإسلام، وبرسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قلنا هذا أعظم ما يزيد الإيمان، بل ويجعل المسلم يذوق حلاوة الإيمان. فعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وحلاوة الإيمان أيها الإخوة هي استلذاذ الطاعة وتحمل المشقات لرضا الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإيثار ذلك وتفضيله على الدنيا كلها. حلاوة الإيمان أن يلتذ المسلم بالطاعة، يجد حلاوة لعبادة الله عز وجل،
يتحمل في ذلك المشاق والتعب إرضاء لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. من الأسباب المعينة على حلاوة الإيمان وزيادته أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. إذا أردت حلاوة الإيمان وأن يزداد إيمانك بالله عز وجل وأن يرتفع رصيد إيمانك، فحقق هذه الأمور: أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما في هذا الكون كله. من الأسباب المعينة على زيادة الإيمان مجاهدة النفس، وذلك بتعويضها على الطاعة والعبادة. قال ربنا عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أخي المسلم، حاول أن هذه النفس تغلب عليها، ما تبقاش دائما تستجب لها، لأن الاستجابة للنفس فيه الهلاك للمرء، لأن النفس غالبا ما تدعوك إلى هواها، وهواها قد يضر بك في دينك، وبالتالي ينبغي أن تعصي هذه النفس، أن تجاهد هذه النفس، أن تربيها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. جاهد نفسك فستجد الإيمان بالله عز وجل. من الأسباب أيها الإخوة والأخوات التي تزيد الإيمان الصلاة والإكثار من النوافل. قال ربنا تبارك وتعالى: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، أي الصلاة، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم. سبب نزول هذه الآية أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا: كان الذي مات قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة المشرفة كانوا رجالا، لم ندري ما نقول فيهم. فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فسمى الصلاة إيمانا، أي وما كان الله ليضيع صلاتكم. فالصلاة أيها الإخوة مصدر للسعادة والسكينة وزيادة الإيمان، وقد جعل الله عز وجل من أعظم أسباب فلاح المؤمنين الصلاة والخشوع فيها أيضا. فقال ربنا عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. من الأسباب المعينة على زيادة الإيمان تلاوة القرآن الكريم وتدبره. ففي تلاوة القرآن الكريم وفي تدبره سعادة لا تعدلها سعادة أبدا، وأنس لا يحس به إلا من ذاقه. والمؤمن لو صح إيمانه وارتفع إيمانه وصلح قلبه ما شبع في كلام ربه سبحانه وتعالى، ما شبع من تلاوة كلام الله عز وجل. قال أحدهم لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه: نقرأ القرآن ولا نجد له طعما، كما هو حالنا أيها الإخوة. نقرأ القرآن ونسمع القرآن كثيرا ولكن لا يؤثر فينا، لا نجد له طعما. قال: نقرأ القرآن ولا نجد له طعما. فقال: والله لو سلمت قلوبكم ما
شبعتم من كلام ربكم، والله لو سلمت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. لو سلمت قلوبنا أيها الإخوة والأخوات من الأوساخ، من الضغائن، من الكراهية، من الحسد، من البغضاء، من الذنوب، والله ما شبعنا من كلام ربنا عز وجل. من الأسباب التي تعين المرأة على زيادة إيمانه ذكر الله تبارك وتعالى. قال ربنا عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: لكل شيء جلاء، وجلاء القلوب ذكر الله عز وجل. وقال عمير في حديث: الإيمان يزيد وينقص، فقيل: فما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا ربنا عز وجل وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. أيها الإخوة المؤمنون والمؤمنات، من الأسباب المعينة على زيادة الإيمان صحبة أهل الطاعة، صحبة أهل الطاعة والإيمان ومحبتهم أيضا. قال عليه الصلاة والسلام: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله. فصحبة أهل الطاعة والإيمان والاقتداء بهم ومحبتهم يجد المسلم أثرها في قلبه وفي سلوكه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: اسمعوا إلى هذا الكلام من هذا الرجل العظيم، إنه كلام ينبغي أن يكتب بمدار من الذهب. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لولا ثلاث لأحببت أن أكون قد لقيت الله عز وجل. لو كان ما كانت هذه الأسئلة اللي جات غادي نتمنى نمشي عند الله، نتلاقى مع الله سبحانه وتعالى. إذا ما هي هذه الأمور الثلاثة التي منعت عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يحب لقاء الله عز وجل؟ قال: لولا ثلاث لأحببت أن أكون قد لقيت الله عز وجل. قال: الأولى لولا أن أسير في سبيل الله عز وجل. نمشي في سبيل الله، أن أسير في سبيل الله يعني ينفع الآخر، ينفع الناس بمشيته وبسيره. سبيل الله عز وجل يعني سبله كثيرة ومتعددة. إذن يقول عمر: لولا أن أسير في سبيل الله عز وجل. الثانية قال: ولولا أن أضع جبهتي لله عز وجل، أن أسجد لله تبارك وتعالى. يحب أن يسجد لله على أن يلقى الله تبارك وتعالى، يفضل ذلك على لقاء الله. ثالثا قال: أو أجالس أقواما ينتقون أطايب الحديث كما ينتقون أطايب الثمر. أن أجالس أقواما لكيش مع شي ناس لكي يختاروا الكلام ديالهم الذي يخرج من أفواههم إلي كلام طيب. لولا هذه الثلاثة لأحببت أن ألقى الله تبارك وتعالى. كذلك من الأسباب أيها الإخوة المعينة على زيادة الإيمان الإحسان إلى الناس. وما أدراك ما الإحسان إلى الناس؟ فمن أجل العبادات التي ترفع بها الدرجات ويزيد بها الإيمان المسابقة إلى فعل الخيرات. فكم يحس المؤمن بطعم الإيمان حينما تمتد يده لمساعدة الناس، وحينما تمتد يده لتأخذ بيد مصاب
أو منكوب أو مسكين، وحينما تمتد يده لمسح دمعة حزين أو تمسح على رأس يتيم. فالإيمان، الإيمان بالله عز وجل له حلاوة أيها الإخوة والأخوات، ولا يتذوق طعمها إلا المؤمنون الصادقون الذين يتصفون بصفات تؤهلهم لذلك. مش كل واحد فينا غادي يلقى حلاوة الإيمان، وإنما حلاوة الإيمان يعني يجدها من يتصف بصفات نبيلة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأسباب التي تعين على زيادة الإيمان حضور مجالس الذكر والحرص عليها. عندما تجد مجلسا من مجالس الذكر فيه نصيحة، فيه ذكر لله تبارك وتعالى، فاحرص على أن تكون من أهل هذا المجلس، لأن في هذا المجلس خير كثير، خير كثير. ويدل على ذلك حديث حنظلة، حديث مشهور معروف، قال حنظلة رضي الله عنه وأرضاه: قلت يا رسول الله، نافق حنظلة، اتهم نفسه بالنفاق، اتهم نفسه بالنفاق. صحابي جليل، نافق حنظلة يا رسول الله، فقال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: وما ذاك؟ اسم بك، ما الذي جعلك تقول منافقا؟ وما ذاك يا حنظلة؟ قلت يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. وهذا حالنا نحن أيها الأخوة والأخوات كذلك. الإنسان اللي كيكون في مجلس يسمع موعظة اللي كتلقى يهز راسو وكيبان بلي أنه راه مخشع متأثر بالكلام، ولكنه غيتفك على هذا المجلس إن شاء الله نساكوش هكذا. يعني شكا هذا الصحابي الجليل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله، فقال له عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، يقسم على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو تدومون على ما تقولون عندي وفي ذكري لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة. وهذه الكلمة أيها الإخوة الكرام هي ساعة وساعة، كثير من الناس يفهمها في المن خطأ، يقول شوية ربي شوية العبد، ساعة وساعة جدا. وإنما المسلم عندما يكون في موعظة يسمع موعظة يرتفع إيمانه، ولكنه عندما يخرج إلى عمله وإلى بيته ربما ينسى. وهذا هو المقصود، وليس المقصود هو أن يعصي الإنسان ربه سبحانه وتعالى يقول لك ساعة وساعة، لا شيء. إذن ساعة وساعة ينبغي أن تكون في رضا الله عز وجل دائما، في بيتك مع زوجتك مع أولادك وفي عملك أن تكون لله تبارك وتعالى. وعندما تكون في موعظة يزداد إيمانك ويرتفع. أخيرا أيها الإخوة والأخوات، من الأسباب التي تزيد الإيمان سؤال الله عز وجل، رب الله تبارك وتعالى، زيادة الإيمان. ويدل على ذلك الحديث الذي بدأنا به كلامنا، قال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم أن يبلع ويتغير كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم.